خلونا نبدأ فقرة الأخبار من عند الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر أسوريو، واللي خصص فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين على هامش الميران استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة كأس مصر. شاهد الجزء الأول فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة كابتن علاء رجب مخطط الأحمال، وكان الجزء الثاني كان عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو حتى بالكرة. كابتن علاء رجب مخطط الأحمال كان حريص على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية طبعا في إطار البرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية للوصول باللاعبين لأفضل مستوى ممكن. كمان خاض حراس مرمى الفريق فقرة تدريبات فنية خاصة على هامش الميران، وركز محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى مع محمد نديم والسيد عطية وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء وعمر عبد العزيز خماسي حراسة المرمى على بعض الجوانب الفنية طبعا منها التعامل مع الكرة بالقدم ونقلها بالشكل المناسب للاعبين طبعا بالإضافة للتصدي للتسديدات من مسافات مختلفة بجانب أمور أخرى. كابتن محمد عبد المنصف كان حريص على منح الخماسي تعليمات فنية ونصائح بشكل مستمر خلال الفقرة الفنية الخاصة. كمان شهدت تدريبات الفريق مشاركة المغربي أحمد بالحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب طبعا ده استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة كأس مصر. كمان أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أسوريو المدير الفني للفريق طبعا ده كان على هامش الميران استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة. الجهاز الفني للفريق ركز مع اللاعبين على أمور خططية خاصة منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن كمان والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى. مستر أسوريو المدير الفني كان حريص هو وكابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة، بعدها خاض لعيبة الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب. تم خلال الفقرة دي تطبيق كل الأمور التكتيكية اللي تم التدريب عليها من قبل. امبارح حرص يوسف ابراهيم اوباما صانع العاب الفريق والمعار لنادي الحزم السعودي على التواجد في التدريبات بمقر النادي، طبعا لعيبه الفريق والجهاز الفني كانوا حريصين على مصافحه اوباما، وكمان شاهد اللاعب جانب من مران الفريق استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطوله كأس مصر.